اليوم من كبسولة الكان غنتعرفوا على ألقاب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023. غنبداو بمنتخب الفيلة اللي هي الكوت ديفوار، لقب كيعبر على قوة وشراسة اللاعبين. غينيا الاستوائية الملقبة بالبرق الوطني لارتباطه بالمناخ الاستوائي للدولة. غينيا بيساو يطلق عليها لقب جورتوس، وهي فصيلة من الثعالب الضخمة الشرسة وهي جزء من موروث الدولة. نيجيريا منتخب النسور الخضراء الخارق نسبة للون علم البلاد، وتسمات بهذا اللقب في تسعينات القرن الماضي. أما المجموعة الثانية اللي كتضم المنتخب المصري الملقب بالفراعنة، لقب كيرتبط بالحضارة القديمة اللي كيرجع لآلاف السنين. أما الرأس الأخضر المسمى بالقروش الزرقاء وكيعبر على الثقافة الهجومية لهذا البلد. والمزنبق أو الأفاعي السوداء هو لقب منتخب هذا البلاد المطل على المحيط الهندي جنوب شرق القارة الإفريقية. وأخيرا غانا النجوم السوداء نسبة للنجمة السوداء الموجودة في علم البلاد، وأيضا عنده لقب برازيل إفريقيا نسبة للمستوى الكروي العالي. وكانت هذه الحلقة ديال اليوم، نتلاقوا في الحلقة الجاية.